انتوا الاثنين يمكن ذكرتوا كابتن ايمن الحمصاني، وعلشان كده بقى خلينا دلوقتي يعني نروح لكابتن ايمن عبر الهاتف، مدرب منتخب مصر المواي تاي. كابتن ايمن منورنا ومشرفنا، والحقيقه يمكن زي ما انت سمعت ذكرى وانس اتكلموا عن قد ايه يعني الفضل بعد ربنا بيرجع ليك، وان هم يوصلوا للمكان اللي هم وصلوا لها ويحققوا مراكز الحقيقه مشرفه جدا في البطوله الاخيره. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا بشكركم جدا على دعمكم والاهتمام بكل الرياضات مش كرة القدم بس. يعني احنا الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا سبحانه وتعالى حققنا إنجازات عالية جدا، وده طبعا مش مجهود فرد واحد، ده يعني احنا كجهاز فني كلنا شركاء في العمل ده. وبشكر طبعا على رأسهم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، هو الداعم لينا الأول، وبشكر مستر رفعت جابر رئيس الجهاز الفني، وبشكر كابتن وليد زكريا وزميلي مدرب المنتخب كابتن وائل فهر. فاحنا ان شاء الله رب العالمين متفائلين خير دايما في كل البطولات اللي جايه مش البطوله العربيه بس. طيب مبدئيا لازم نبارك لحضرتك ونهنيك على الانجازات العظيمه اللي اتحققت في الفتره الاخيره في هذه الرياضه، المنتخب طبعا المصري للمواي تاي. واكيد عشان نجاحات زي كده تحصل دي ما بتجيش من فراغ، واكيد ورا منها تخطيط واعداد وتجهيز وتفاصيل، حابين نعرف حتى ولو الخطوط العريضه منها او عنها من حضرتك. طبعا احنا بنتعامل مع مرحله سنيه تحت ال 17 سنه، وطبعا ان اللاعبين يكونوا في معسكر تدريب مغلق بعيد عن اهلهم، فطبعا بالنسبه لهم بتكون حاجه جديده. فاحنا بنحاول نعمل لهم طبعا قبل الاعداد البدني بنعمل لهم اعداد نفسي بحيث ان يكون في تواصل جيد ما بين اللاعب والمدرب، وبنبدا بقى في الاعداد الخاص باللياقه البدنيه اللي دي مراحل سنيه مهمه جدا جدا وفي مرحله نمو، بنحاول نعمل لهم تدريبات خاصه بالقوه اضافه الى الاعداد المهاري بتاعهم، وبنعيشهم اجواء المباراه قبل الصعود على الحلبة. فده بالنسبة لهم بيكون أمر مهم جدا، وهو ده بفضل الله سبحانه وتعالى اللي خلانا نحقق ميداليات ذهبية وإنجازات رهيبة. إحنا لعبنا دول كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وده كان بفضل ربنا والبرنامج التدريبي اللي اتحط للمنتخب المصري الحمد لله. طيب كابتن ايمن خليني اسالك عن لعبه المواي تاي، يمكن هي مش لعبه شعبيه معروفه قوي بالنسبه للناس، يمكن اللعبات القتاليه اللي مشهوره اكتر منها بيكون التايكوندو او الكاراتيه. خليني اعرف منك يعني التسلسل او البروسيس اللي حصل في هذه اللعبه، يعني يمكن بدات انه ينضم لها قد ايه من مصر تحديدا لاعبين ولاعبات في هذا المجال او هذه اللعبه، يعني خليني اعرف منك على اي مدى بتتطور وعلى اي مدى بتتعرف وبينضم لها اكتر واكتر من اللاعبين واللاعبات. طبعا رياضه المواي تاي برضه عشان اعرف الجمهور، ناس كتير ممكن ما يكونش عندها فكره عن رياضه المواي تاي اللي هي الملاكمه التايلانديه، هي رياضه دفاع عن النفس بتعتمد على اللكمات والركلات وضرب بالالبو وضرب بالني بالركبه، فهي اوريدي رياضه متكامله. فبدا كل الرياضيين والغير رياضيين بداوا يتجهوا ليها بشكل اكبر، وبدا يكون لها جمهور عالي جدا 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 من جميع انحاء المحافظات في مصر، وده دليل على ان هي رياضه كامله متكامله فيها قوه. يعني كل الشباب النهارده بداوا يمارسوها، كل الاطفال النهارده بداوا يمارسوها، لانها رياضه بتعزز جهاز المناعه، بتساعد الطفل نفسه ان هو يهتم بالتغذيه بتاعته كويس جدا جدا جدا، اضافه الى الشباب الكبار ما بقاش يروحوا خلاص للالعاب اللي هي الاخرى البسيطه، بداوا يحبوا الرياضات اللي فيها قوه ويبدا يفرغ الطاقه السلبيه اللي عنده، وبقى في اقبال كبير جدا جدا بفضل الله على رياضه المواي تاي. جميل، احنا سعدنا جدا بمشاركه حضرتك معانا عبر الهاتف كابتن ايمن الحمصاني مدرب منتخب مصر للمواي تاي، واكيد بنتمنى لكم المزيد من النجاحات ان شاء الله.